السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا اكتشفت الخطأ دلوقتي فين. هو المشكلة كلها في البرنت. لما احنا بنعمل برنت اف هنا بنبعت ديجيت اللي هي أرقام مش فلوت، اللي هي الانتجر العادي، لكن لما بنبعت الفلوت ما نكتبش ايه دي نكتبها زي النقطة، ونكتب مثلا واحد اللي هو عايزين كام رقم بعد الديجيت أو بعد النقطة، يعني بعد الفاصلة، ونكتب F بالطريقة دي ونجرب. طيب نجرب. ماشي، نفتحها من خلال الـ CMD. نبعت البرنامج دروب دراج، نكتب هنا 2، هنا 3، مثلا 10. أنا هنا كتبت قيمة غلط، فنعيد البرنامج تاني، مش مشاكل. ناخد بقى قيم بتاعته المكتوبة عليه ونجرب مع بعض، نشوف المشكلة اتحلت ولا لأ. وعايزين نحط مسافة ما بين كل واحدة، 2 و3، هنا 10، هنا 8، هنا 7، هنا 5، 6، 2. تمام كده كتب لنا. هنا نلاحظ ان هو كاتب 5 0، هنا كتبنا 7.5، هنا 10، 5، 7. طيب عايزين نحط الانتر، فاضل لنا كده الانتر والايه او نيو لاين يعني. طيب نكتبها ازاي؟ نكتبها في اخر واحدة كمان كده، يبقى هنا كده عملنا الانتر، و كان في واحدة ناقصة هنا، وهي هنا كاتب فيها ايه the student scores for each quiz. نكتب the student score for each quiz. وفي لاين بعد كده فاضي، وفي نقطتين، فنعمل new line new line زي الفل. طيب ونعمل ريتيرن طبعا الفشل ريتيرن 0، وهنا زي الفل. تعال نجرب. طبعا البرنامج بيقفل لما بنفتحه كده، فبنفتحه من خلال CMD بالطريقة دي. طيب هنكتب تاني ناخد القيم بتاعته. معلش، سوري، نسينا برضو نقطة نعدلها، وهي نكتب 2 علشان هو حددها 2 مش 1. هنقفل البرنامج ونجرب تاني. طيب جميل جدا، نفتح البرنامج من خلال السي ام دي كده. نقرا من فين القيم بتاعته، نشوف القيم 2 3 10 10، بعد كده 8 7 5 6 2. طيب كده طلع لنا ايه؟ نفس الكلام بالظبط، student scored for each quiz 10 8 7 5 6 2، وبعد كده علامات يساوي، طبعا عندنا في 3 علامات يساوي مش مشكلة. بعد كده average grade for quiz، average grade view مثلا نخليها capital ومنساش الكلام ده،
فور كويز واحد واثنين ثلاثة وبس، والبرنامج انتهى على كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده يبقى شرح المسألة دي، طبعا أخذت وقت طويل جدا بس ما فيش مشاكل، انت لو تعودت عليه ودربت نفسك هتفهم وتتعامل معاه بسرعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.